السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتكلم عن تحديثات آخر تحديثات على نظام وزارة العمل بخصوص العقود والمشاكل الخاصة بالعقود تأشيرات. أي شخص جاء إلى قطر بتأشيرة من دول غير دول كيو في سي ووجب أن يعمل له عقد على النظام. فسأتكلم على الطريقة بعجالة. ندخل على إدارة العمل على أي خدمة، مش مهم بالنسبة للدخول. نختار أصحاب العمل كالعادة. هنا لن أتكلم عن تفاصيل العقد، سأتكلم فقط عن تحديثات آخر تحديث على إدارة العمل. عند الدخول إلى إدارة العمل خدماتي، تطبيق عقود العمل داخل دولة قطر. هنا سنختار التأشيرة، ندخل رقم التأشيرة، بيانات شهر السفر. أنا سأدخل أي بيانات، تاريخ انتهاء التأشيرة، مثلا هو الجنسية، سأختار جنسية العامل. بعد الضغط على بحث ستأتي البيانات هنا، اسم العامل، ندخل رقم هاتفه، بريد الإلكتروني، مستوى التعليمي. مستوى التعليمي سأوضح مرة ثانية بأن يكون حسب المهنة، فمثلا عامل أو ممكن نعمل بدون مؤهل، لكن مثلا مهندس لازم يكون مرحلة جامعية إلى آخره. مشرف لازم يكون مرحلة ثانوية أو إعدادية أقل شيء. لو عملت مرحلة ابتدائية ما راح يمشي الحال. بعد اختيار المستوى التعليمي والبحث، ننزل نضع نتعهد أن العامل قام بعمل فحص طبي، لأنه من المفروض أن العقد هو آخر إجراء. مدة العقد كالعادة، عفوا، تاريخ بداية العقد وتاريخ مباشرة العمل. مدة العقد لديك إلى غاية 5 سنوات، هذا التحديث الأول، فكان قبل 4 سنوات كمدة قصوى. وهنا إن وجدت فترة اختبار. بعد ذلك نذهب إلى تفاصيل الراتب. قلنا أقل شيء لازم يكون هو 1000، بدل السكن أقل شيء 500 أو متوفر، بدل النقل بظن 300، مش متذكر. نفس الشيء بالنسبة للطعام، فعدنا 200 بظن، عفوا، بالنسبة لبدل التنقل. وبالنسبة لبدل الطعام 300، إن كان هناك ملحق بعدم المنافسة أو عدم إفشال. ونختار المفوض بالتوقيع، وكذلك لغة الطباعة. هنا الكلام، فالجديد هو أنه أصبح لدينا حفظ طلب لإرفاق نسخة من العقد. فعند الضغط على حفظ طلب لإرفاق نسخة من العقد، سيعطينا على نظام على طلباتي، سيعطينا أن الطلب موجود. قبل كان في تقديم الطلب أو الطباعة، أي يجب طباعة العقد في نفس الوقت إلى آخره. فهنا نعمل حفظ طلب لإرفاق نسخة. إذا كما قلنا، فقط نعمل حفظ طلب لإرفاق نسخة. نعمل رقم التليفون الخاص بالشركة، فكما لاحظتم بعد تقديم الطلب
رفعت نسخة من العقد موقعة، فما علينا إلا هنا، فما علينا إلا هنا رفعت نسخة من العقد مع نسخة على أخرى أو هنا من التأشيرة وجواز السفر ونسخة من قيد المنشأة كذلك، وبعد ذلك تقديم الطلب. عند تقديم الطلب تقريبا بعد 3 أيام سيأتي الرد على الطلب إن شاء الله. وشكرا.